السلام عليكم. أجندة المشاورات وترتيبات تنفيذ النقاط الخمس، هذا أغلب ما يدور في أروقة جلسات المفاوضات في الكويت. يقول المتابع لمجريات جلسات المشاورات هناك إن الجلسة الثانية للمشاورات انتهت دون أي اتفاق، وساد الجلسة التوتر بين الوفدين بعد تعنت وفد تحالف الانقلاب وعدم تنفيذه إجراءات بناء الثقة المتفق عليها في بيل، والتي من بينها الإفراج عن المختطفين وفتح ممرات إنسانية آمنة في تعز والالتزام بالهدنة. تلك هي النقاط التي يصر عليها وفد الحكومة الشرعية ويرفض الانتقال إلى مناقشة المحاور الخمسة قبل تنفيذها، بينما يتملص تحالف الانقلاب عن مسألة التعهدات بفتح ممرات إنسانية آمنة في تعز، وهي التعهدات التي التزم بها في بيل السويسرية، ولكن تلك التعهدات كانت حبرا على ورق. وتفيد المعلومات الواردة من الكويت إن وفد التحالف الانقلاب يطلب وقف المشاورات والبدء بمناقشة وقف إطلاق النار، فأين الموقف الجاد للمبعوث الأممي فيما يتعلق بتعهدات بيل السويسرية الخاصة بفتح ممرات إنسانية في تعز ومسألة ملف المختطفين؟ وكيف بالإمكان أن يكون الحديث عن أجندة المشاورات ممثلة بالنقاط الخمس قبل الحديث عن التعهدات السابقة؟ حول مستجدات جلسات المشاورات في الكويت ستكون حلقة المساء لهذه الليلة، ولكن نبدأها بمشاهدة هذا التقرير. ترتكز جولة المشاورات على النقاط الخمسة النابعة من قرار مجلس الأمن 2216 ومن جدول الأعمال المتفق عليه والمعمول به في جولة مشاورات بيل في ديسمبر 2015. لليوم التالي تتواصل أعمال جلسات المشاورات بين وفدي الشرعية والانقلابيين في الكويت انطلاقا من النقاط الخمس القائمة على تسليم السلاح وجدولة الانسحاب من المدن واستعادة مؤسسات الدولة وتبادل المعتقلين ومتابعة الحوار، إلا أن خلافات وتباينات في مواقف الوفدين ظهرت جليا صباح اليوم حول آلية تطبيق النقاط الخمس، حيث يصر الجانب الحكومي على الالتزام بتنفيذ النقاط الخمس مشددا على انسحاب الميليشيات من المدن وتسليم السلاح قبل البدء بالعملية السياسية. بينما سعى الوفد الانقلابي على تمرير مطالبه بوقف إطلاق النار من طرف واحد وإيقاف الطلعات الجوية لمقاتلات التحالف دون أن تتوقف أعمال ميليشياته في البلاد، وبين هذا وذاك يأتي تأكيد المبعوث الأممي حول رؤية الأمم المتحدة لآلية تنفيذ النقاط الخمس. ورؤيتنا في الأمم المتحدة أن هذه النقاط غير متسلسلة في التنفيذ، بل نرى أنه سيتم النقاش بها بشكل متوازي. تعز كانت الجبهة الأنكى والملف الأبرز والأشد وجعا لدى فريقي المشاورات، ففي حين حرص الوفد الحكومي على البدء بأسس بناء الثقة المتفق عليها في مشاورات بيال السويسرية وفك الحصار عن طرقات تعز ووقف القصف على الأحياء السكنية في أعلى سلم أولويات العمل لبناء الثقة بين الأطراف، سعى الوفد الانقلابي إلى فرض وقف أحادي لطلعات التحالف دون أن تتوقف عملياتهم العسكرية، وتحديدا تعز التي انفضت جلسة مشاورات اليوم على إثر خلاف كانت تعز هي أبرز أسباب، حيث اعترض رئيس وفد الميليشيا على مسألة فك حصار تعز وإيقاف القصف عليها معلنا إياها صراحة إلا تعز، ليستدرك بعد ذلك أن حصار تعز من النقاط الصغيرة التي لا يجب التوقف عندها، فيما بدا الشارع التعزي يحمل الكثير من التساؤلات عن طبيعة المشاورات التي لم توقف أصوات المدافع ولم توقف زناد القناص. إذا مشاهدينا الكرام، ينضم معنا لمناقشة هذه الحلقة من الكويت الصحفي غمدان اليوسفي عبر سكاي. مساء الخير سيد غمدان. أهلا وسهلا بنور. أستاذ غمدان، يعني هذا اليوم الثاني لجلسة المشاورات في الكويت، حدثنا عن هذه الجلسة أو مستجدات المشاورات. مستجدات المشاورات نتحدث من آخر المعلومات التي كانت قد يعني حتى هذه قبل قليل الآن يعني نشر تشكيل لجنة من عبد العزيز جباري وأحد أعضاء الوفد المفاوض يعني وفد الحوثيين وصالح لتشكيل لجنة تهدئة أمنية دار النقاش حول هذا تشكيل اللجان التي ستنفذ النقاط الخمس، لكن حتى هذه اللحظة
لا يوجد اتفاق على أرضية. ربما هناك تشعب في مسألة الحوارات، كل يعني الحوثيين وصالح ليس لديهم إلا يعني شرط واحد وهو وقف الطيران، وهذا الأمر ربما يقابل في الطرف الآخر أنه لا يمكن أساسا. أيضا هناك حديث من الحوثيين ومفدي صالح يتحدثون عن الانتقال إلى العملية السياسية تلقائيا، يعني وقفزا على كل النقاط الأربع السابقة، وهو الأمر أعتقد الذي بات من شبه المستحيل القبول به في هذه المرحلة، خصوصا أن لجان تثبيت وقف الطاقة النار لم تستطع أن تثبت يعني أن تثبت وقف الطاقة النار حتى الآن في الميدان. يعني الوفد المشاور، الوفد الحكومي يعتبر أن الأساس هو يعني النقاش على وقف إطلاق النار، لأنه في النهاية الوفد الحكومي يقول لك ماذا أتينا نفعل في الكويت إلا لوقف إطلاق النار. فبالتالي ما زالت الأمور تراوح هنا عند هذه التفاصيل. نعم، طيب أستاذ غمدان، يعني يومان حتى الآن، أكثر من جلسة، وما زال الحديث عن جدول الأعمال ونقاش ترتيبه، هل يمكن أن يصل الطرفان إلى اتفاق، خاصة يعني وأن هناك مقترح من قبل ولد الشيخ يقول بأن تقسم النقاط الخمس على مجموعتين وتسير بنفس الوتيرة؟ كل ذلك نقاش، يعني ربما هناك ربما إصرار وحتى ضغوط دولية كبيرة من قبل سفراء دول كبيرة، تحدثت اليوم بكثير من الدبلوماسيين يعني تحدثوا عن هذا الموضوع، أن هناك ضغوط كثيرة تسير في اتجاه ما يتعلق بتشكيل اللجان، ولكن حتى هذه اللحظة لدى الحكومة مهمة واحدة هي تثبيت وقف إطلاق النار كمرحلة أولية للانتقال إلى مسألة تشكيل اللجان. يعني الحكومة يعني تتحدث بصيغة أنه إذا لم يتم وقف إطلاق النار الآن وبدأنا على النقاش السياسي فهو أساسا قفز على أوجاع الناس في الشارع وقفز على القرار الأممي نفسه، فكيف يدور الحديث حتى المصطلحات التي استخدمت من قبل الحوثيين ويعني ومبعوثي صالح يعني تتحدث عن تقاسم وليس حتى شراكة، يعني بهذا المصطلح، مصطلح مستفز، أعتقد أنه مصطلح أصبح مستفز للناس، وبالتالي تضغط الحكومة في اتجاه أن يكون الحوار ليس كما يعني ليس كذا يعني كالذهاب إلى تشكيل حكومة كما حدث في 2011. يعني هم يركزون على مسألة تقاسم السلطة أكثر من أي نقطة؟ نعم، هم يتحدثون عن مسألة يعني تقاسم السلطة للوصول إلى مرحلة تسلم السلاح، بمعنى أنه نعم. أنا سأخذ الحكومة ثم سنتسلم نحن السلاح، يعني نعم. المنطق غريب إلى حد كبير طبعا، يعني أن تكون أنت تريد أن تشكل حكومة بنفسك وأنت تتحدث أنه يعني نحن بنسلم السلاح، بس بنسلم السلاح لمن؟ يعني سنسلمه لنا، يعني هذا المنطق الشائك والمعقد، خصوصا أنه يعني يأتي في سياق محاولة الإفشال بالعلن بالواضح، محاولة الإفشال طيب. هذه المشاورات. نعم أستاذ غمدان، يعني كما تحدثت المصادر سادة توتر الجلسة الثانية حتى أنها علقت من قبل ولد الشيخ، وربما كان لب هذا التوتر هو الحديث عن تعز، لما يصر الحوثي أن يجعل من تعز يعني نقطة خلاف لا يمكن النقاش حولها، لم يلتزم بأي تعهدات تم الاتفاق عليها في بيال السويسرية؟ في هذه الإشكالية الكبيرة في النقاش، يعني إذا كان يعني مهدي المشاط يقولها بملء الفم إلا تعز بهذه الصيغة بهذا المنطق، محمد عبد السلام يتحدث ايضا عن هذا الموضوع بطريقه مستفزه، انه يعني تعز ليس وقتها الان، يعني ما الذي اتينا نفعل؟ يعني الاشكاليه كلها اليوم في تعز، والجميع يدرك ان هذه الاشكاليه اليوم في تعز، فيعني من غير المنطقي ومن غير المقبول القفز على هذا الموضوع ثم الانتقال الى الحديث عن تشكيل عملية سياسية جديدة. يعني نحن نتحدث عن دماء ودمار، وأنت تتحدث عن كرسي وتقاسم، يعني الموضوع صار يعني موجع حتى نفسيا، يعني موجع أخلاقيا، موجع
مناطقيا حتى، يعني الموضوع له كل الارتباطات. الناس يحاولوا أن يفصلوا بين هذا الارتباط المناطقي، ويتحدث الحكومة أن هناك انقلابيين، ولا يقولوا أن الحوثيين هذول هم أساسا لا يعني أنهم يمثلوا الطائفة يعني ولا يمثلوا الهاشمين، يعني هم يمثلوا انقلاب فقط، ولا يريد تحاول الحكومة ألا تخلط هذا الملف برمته وتحويل المشهد إلى صراع طائفي أو أسري أو يعني أو مناطقي. لكن يصرون على هذا الأمر أنه تعز لا، هذه ملف بعيد عن يعني عن النقاش. إذا ماذا أتيتم يعني لماذا أتيتم الآن؟ لا يريدون. نعم. طيب. انتفضل. نعم أستاذ غمدان، يعني للتعليق أيضا على المشاورات دعنا نشك معنا الأستاذ عبد الناصر المدعي المحلل السياسي من الأردن عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد الناصر. مساء الخير. أستاذ عبد الناصر، بالتأكيد تابعت خلال هذه الأيام الجلسات الأولى لمشاورات الكويت، والتي ربما لم تنتج حتى اللحظة على شيء يعني ملموس على أرض الواقع، ما هو تعليقك؟ يعني كان أولا مساء الخير لك وللأخ غمدان اليوسفي. المفاوضات ونتائجها حتى الآن هو أمر طبيعي. نعم. لا، لم يكن أحد يتوقع، أقصد ممن يدرك طبيعة الأمور، لا ليس هناك من كان يتوقع أن يحدث أي تقدم في هذه المفاوضات، لأن الأرضية التي تقوم عليها هذه المفاوضات حتى الآن ليست صالحة لكي تثمر عن اتفاق سياسي. لماذا؟ أو عن خروج بنجاح. لماذا أصدقائك؟ لأن الطرفان المتفاوضان، إذا سلمنا بأنهم طرفان فقط ولكن هم أطراف كثيرة، ولكن لنختصر المسألة في الطرفان، في الطرفين الحكومة والإنقلابيين، كل له أجندة مختلفة تماما، وهناك بون شاسع بين ما يريده هذا الطرف وما يريده الطرف الثاني. الحوثيون والرئيس السابق صالح يريدوا وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار يعني من قبلهم هو وقف الضربات الجوية ورفع الحصار، وهذا يعني عمل إن انتهاء الحرب من وجهة نظرهم، وكذلك يريدوا بعد ذلك البحث في عملية سياسية. لما بعد هذه العملية. طيب أستاذ عبد الناصر، يعني أنت تحدثت عن يعني أنهم أكثر من طرف إن صح لنا القول، يعني ولكنك أوجزتهم بالحكومة والإنقلابين، هل في كل طرف يعني يتضمن عدة أطراف أخرى؟ هل أفصحت عنهم؟ طبعا، يعني إذا قلنا على الحكومة الشرعية، الحكومة الشرعية لو أخذت الرئيس هادي فهو فقط بيحمل ختم الشرعية، ولكنه لا يمثل قوة سياسية على الأرض. نعم. القوى الأخرى التي لها نفوذ على الأرض حاليا على المستوى المحلي، حزب الإصلاح في طرف الشرعية وحلفائه العسكريين والقبليين، والقوى السلفية، هذا على المستوى المحلي، المتعددة، القوى السلفية المتعددة التي تقاتل في الميدان، القوى الجنوبية أيضا. نعم، يعني أنت كنت تعني أن هناك أطراف داخلية داخل كل طرف، وليس القصد أن هناك أطراف خارجية تؤثر عليهما. أما فيما يتعلق بالطرف الخارجي، من وراء السلطة الشرعية وهذا الطرف تقف دول التحالف وتحديدا المملكة السعودية والإمارات، الذي هما الآن الطرفان الخارجيان الرئيسيان الذي يدير العملية من بعد. نعم. في المقابل هناك الطرف الحوثي وطرف الرئيس السابق صالح، ومن وراءهم إيران. إذا نحن أمام أطراف كثيرة، ولكن حاليا منهم في طاولة المفاوضات شكليا يمثلوا طرفين، وهي الحكومة والمتمردين. إذن للتعليق على هذه الفكرة أو التي طرحتها مسبقا أستاذ عبد الناصر، ابقى معنا، سنعود للأستاذ غمدان. أستاذ غمدان، ربما يعني تحدث الأستاذ عبد الناصر عن أن لا أرضية صالحة بالنسبة لهذا يعني اللقاء حتى تثمر تصالحا سياسيا، ما رأيك؟ فعلا، يعني هو كان الأرضية، إذا فهمنا الطرف الآخر، فهي الأرضية ربما تمثل مشهد عسكري أكثر مما تمهد حوارات أو نقاشات طاولة سياسية.
هذا واضح من خلال المقدمات التي مرينا بها خلال عامين، ليس لا أتحدث فقط عن الحرب الآن، أنا أتحدث عن الصراعات، يعني شخص يحاورك في الطاولة ويقتحم مناطق في الميدان، هذا هو الحوار الذي يريده، يعني أن يتم إيقاف الطيران فيقوم بالزحف اتجاه نهم، يقوم بالزحف اتجاه محاولة للسيطرة على اللواء 35 في تعز، يعني هذا هو الحوار الذي يفهمه هذا الطرف. فبالتالي أنت ما الذي لديك لتحاوره في الميدان؟ يعني هذا السؤال يجب أن يطرح، يعني رجل يحاور أو طرف يحاور بكل المقاييس بالكذب. يعني اليوم لاحظنا أن هناك مقابلة مع محمد عبد السلام اللي هو رئيس وفد الحوثيين والناطق الرسمي في صحيفة الوطن السعودية، وتحدث وكأنه ممثل السعودية في اليمن وكأنه يعني راعي المصالح السعودية في اليمن، بينما كان قبل أشهر يعتبر أن هذه دولة العدوان وذلك المنطقة المرعب. هناك تصريح له في وكالة يعني في وكالة يعني في وكالة إيرانية، لا أتذكر هذا اسم هذه الوكالة، لكن يعني لديه خطاب مختلف تماما وكأنه يخاطب كل طرف أو كل مجتمع سياسي على مقاسه، على ما يمكن أن يخدمه. لكن أعتقد أنه اللعب بهذه الأوراق أصبح مكشوف، يعني أنا تتحدث عن فضاء مفتوح، الناس تشاهد ماذا تفعل، تشاهد ماذا تقول، فبالتالي لا يمكن أساسا أن تضحك على دولة كالسعودية بهذا المنطق. يعني الموضوع أكبر من أن يعني أن تغرر بدولة كبيرة بهذا الحجم. ربما تسأل أستاذ غمدان كيف يستطيع أن يمرر مثل هذا الحديث على أتباعه، يعني من يتابعون، من يعني تأثروا بكلامهم، بأحاديثهم، بإعلامهم أنهم يحاربون العدوان الأكبر وقرن الشيطان وما إلى ذلك من المصطلحات، والآن أصبحوا نحن تعرفنا عليهم وأصبحوا يعني هم أناس ودودون، ولكننا بدأنا يعني مثل هذه المفارقة أو النقلة 180 درجة، كيف يبررها لمن خلفه؟ هذه الإشكالية أنه أساسا ربما لديهم تعبئة حتى بعدم مشاهدة وسائل الإعلام غير التابعة لهم، يعني أسر كثيرة تتحدث أن هناك منع بغير مشاهدة قناة العالم وقناة الميادين وقناة المسيرة، يعني وعدم فتح عيونهم على ما يدور حولهم، يعني تخيلي إلى هذا المستوى، هناك توجيهات بهذا الأمر يتعلق، وأعتقد أنه يمكن حتى أن لا تصل لهم هذه المقابلة التي يعني أجراها مع الصحيفة السعودية وتحدث بهذا المنطق. لكن من المهم أن يشتغل الإعلام على هذه الأمور كي تصل للناس وتريهم يعني كيف يتم التعامل مع دمائهم. أولا هذه دماء يعني العشرات المئات من الجنود الذين ذهبوا إلى الحدود السعودية وقتلوا هناك، نعم ينفي يعني أن الميليشيات استطاعت اجتياح. نعم طيب أستاذ غمدان ابقى معنا، يعني سأعود إليك وما إلى ذلك. نعم سأعود إليك أستاذ غمدان، يعني ولكن بعد أن أسأل الأستاذ عبد الناصر. أستاذ عبد الناصر، يعني كيف تعلق أو كيف تقرأ طلب وفد الإنقلابيين بإيقاف المشاورات والوقف أو البدء بمناقشة وقف إطلاق النار؟ يعني هذا طبيعي، هم بدأوا، هذا ليس سر، هم منذ البداية بيتحدثوا عن أنهم ذاهبون أولا الوقف إطلاق النار ثم الحديث بعد ذلك على ترتيبات عملية سياسية، هذه هي منهجهم وهذا هو تكتيكهم. وكما حدث في المفاوضات السابقة، التكتيك الرئيسي الذي يتبعوه هو الخيارات، إما الكل أو لا شيء. لاحظنا في مؤتمر سويس الثاني أنهم كانوا قد وعدوا بأنهم سيقدمون على خطوات لبناء الثقة، ولكنهم في الأخير لم يقدموا حتى على خطوات ولو رمزية، وتمسكوا بهذا الخيار أنه إما مطلبهم الرئيسي هو وقف إطلاق النار ورفع الحصار. وهذا يعني هم ما يريدوا، يعني باختصار ببساطة هم يريدوا في حال توقف إطلاق النار وفي حال رفع الحصار، حتى لو انتقلت الحرب إلى مسار جديد هو لا يهمهم،
هم ما يهمهم من هذه الحرب الضربات الجوية التي تمنح خصومهم ميزة نسبية. أما على الأرض هم لا زالوا أقوياء، احنا أن نكون واقعيين، هم لا زالوا أقوياء وأداء السلطة الشرعية ضعيف جدا وحتى قوات الشرعية. طيب يعني هل نستطيع القول أستاذ عبد الناصر أنهم بهذا المطلب يريدون يعني أن تكون بديلا عن إجراءات بناء الثقة؟ يعني بناء الثقة هذه أمور تطرح فقط أيضا لكسب تعاطف من الآخرين، ولكن نحن نتكلم الآن سياسة، نتكلم الآن سياسة بكل فجاجتها. هؤلاء لديهم خطة واضحة، تتوقف الضربات الجوية، يرفع الحصار، يريدوا من هذه العملية أن يضعف يفتر حماس الضربات الجوية، حتى بعد ذلك يصبح من الصعب على السعودية ودول التحالف أن تستأنف العملية الجوية كما كانت في السابق بعد أن تقبل بوقف إطلاق نار دائم. بعدها سيتنصلوا من أي اتفاقيات، حتى لو حدث أنهم سيقدمون على بعض المبادرات لن يجبرهم شيء بعد ذلك، وسيشعروا بأنهم انتصروا. ولهذا أيضا من تكتيكاتهم خاصة الحوثيين الذهاب إلى السعودية ومحاولة الاستمارة السعودية أو تخفيف الضغط السعودي عنهم ليتفرغوا للداخل، وهم بهذه التكتيكات قد كسبوا إلى حد ما، واستطاعوا. نلاحظ نحن خلال الشهر الماضي أن زخم الضربات الجوية أصبح أقل بكثير مما كان عليه. العملية العسكرية أيضا لم تعد هناك عملية عسكرية كبيرة على الأرض ضدهم، ولهذا هم الآن في وضع عسكري ووضع سياسي مريح. أيضا يدركون حجم الضغوط الهائلة التي تتعرض لها السعودية لوقف الحرب. نعم. وهم يستمعون، يستغلون ذلك. نعم. طيب أستاذ عبد الناصر، يستغلون ذلك، وبالتالي علينا أن نكون واقعيين في توصيفنا للمشهد. المشهد الآن نعم. لدينا طرف انقلابي لا زال قوي ولا زال لديه أدوات كثيرة، فيما في المقابل لدينا خصوم هذا الطرف إدارتهم السيئة منذ بداية الحرب وحتى الآن، ومنذ ما قبل الحرب وحتى الآن إدارة ضعيفة، وبالتالي قوة هؤلاء في ضعف أولئك. نعم. إذا شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الناصر المودع، المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من الأردن. أستاذ غمدان، يعني بحكم أنك قريب من الحدث والمشهد أيضا، يتحدث الأستاذ عبد الناصر أن كل ما يحدث هو مجرد غطاء سياسي مرهون ب يعني نوايا وفد الانقلاب، هل تلمس أي بوادر حسن نوايا لدى وفد الانقلابيين إذا ما تم يعني اتفاق معين أن ينفذوا؟ يعني هو من يعني من المؤسف أن واحد يقتل الأمل لدى الناس، لأنه يعني هو ليس نحن الإعلاميين أن نقتل الأمل بقدر ما تم قتل هذا الأمل في الأيام الأولى حين اتفق الجميع على أن الذهاب على تشكيل أولا لجنة التواصل والتهدئة، والتي ذهبت إلى الكويت وبدأت بالاجتماعات، واليوم حتى اليوم تجتمع مرتين في اليوم فقط. هذه اللجنة صار عملها وكأنها لجنة جمع تقارير فقط، يعني تجمع التقارير من الميدان وتبثها، ثم بعد ذلك يعني أعلنوا رفضهم للمجيء إلى الكويت إلا بعد أن تم طمأنتهم بما يتعلق. أعتقد أن هذه يعني المسألة هي التي تم طمأنتهم بها، وهي أن النقاش على النقاط الخمس أنه سيكون متزامن مع بعض، وهو الذي يحاول أن يعني يضغطوا باتجاهه وأن يقنعوا بعض السفراء الذين يعني ضغطوا عليهم بالمجيء بأنكم أنتم من ضمنتم لنا هذا الأمر، وهم يحاولون الضغط بهذا السياق ويحاولون القفز على كل الذي نعم هي الفكرة يعني. أستاذ غمدان، يعني ليس مجرد أننا نريد أن نقتل الأمل لدى الجمهور، ولكن يعني الناس أيضا بحاجة إلى مكاشفات لما يحدث حتى يعني لا يظلوا معلقين بآمال. يعني الكثير من الناس تعلقوا بآمال مشاورات الكويت. طيب أستاذ غمدان، كان هناك حديث عن تقرير للجنة الفنية المراقبة لخروقات، هل صدر هذا التقرير؟ قيل بأنه سيصدر خلال يعني الأمس أو اليوم، هل صدر؟ هناك تقارير يومية، التقارير اليومية ترفع من لجنة التواصل والتهدئة، كل طرف يبعث بهذا التقرير لفريقه، و
الحكومة والممثلين يعني للحكومة والانقلابيين يرفع كل شخص منهم كل طرف منهم للمبعوث الأممي بتقرير. أعتقد الحكومة رفعت تقريرها أمس للمبعوث الأممي حول خروقات أمس فقط والتي زادت عن 200 خرق وبينها فقط 68 خرق في مدينة تعز خلال يوم واحد. يعني فهذه التقارير ترفع بشكل يومي لكن لم يتخذ حيالها أي موقف أممي حتى هذه اللحظة. لم يصدر يعني هناك حتى مطالبات بأن يصدر حتى بيان واحد يدين فقط هذه العملية للتحدث بتاعز. نحن نتحدث عن اليوم يعني تخيلي فقط أن مسألة أنه يرفضوا يعني أن يقوموا لقراءة الفاتحة على الشهداء الذين سقطوا اليوم باغتيالات وبينهم أيضا أحد يعني الشباب الذي تابع للمؤتمر الشعبي العام. يعني هم تحدثوا عن الشاهري، تحدثوا عن الرئيس إصلاح دمار، تحدثوا عن الكل أنه يقوم وقفة حداد يعني وقفة حداد فقط يعني قراءة الفاتحة فرفضوا هذا الأمر. يعني أنت تتحدث عن ناس لا ليس لديهم حتى أخلاق في الخصومة، ليس لديهم، فبالتالي ما الذي تنتظر منهم؟ يعني هناك أنا أتحدث ربما قد تنجح مسألة واحدة. نعم. هذه المسألة هي الضغوط التي تمارس الآن من قبل سفارات عدد من الدول وهذه أعتقد أنه مسألة مهمة الآن. يعني هناك ضغوط أيضا حتى أعتقد من دول الخليج نفسه أنه لا يعود المفاوض من الكويت إلا بحلول أي. نعم. طيب أي يعني كان. نعم بالنسبة ربما فيها نعم أستاذ غمدان، يعني تحدثت عن يعني في يوم واحد 68 خرق في تعز فقط، يعني يعني نركز في مسألة الخروقات خاصة في تعز والهدنة التي لم يعشها أبناء تعز، ولكن بعد هذا الفاصل فانتظرنا أنت والسادة المشاهدين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ غمدان. كنت قبل الفاصل تتحدث عن أكثر من 60 خرق في يوم واحد فقط في تعز، طبعا هناك خروق أخرى في محافظات مختلفة. تحدثنا أيضا قبل الفاصل عن أن تعز كانت نقطة جدل وتوتر بين يعني الوفدين اليوم. برأيك أستاذ غمدان، يعني أنت أيضا طرقت موضوع أنه لا يوجد حتى بيان إدانة واحد لما يحدث من خروقات، لماذا ذلك؟ ربما تعتمد الأمم المتحدة على هذه السياسة، سياسة التهدئة فيما يتعلق بجميع الأطراف. يعني ربما يعني الطرف الآخر أيضا يرفع لديه تقارير ما يتعلق بخروقات وكأنه يعني ما يتعلق بمناطق أخرى، لكن في محافظة تعز أساسا ليست المقاومة هي المعتدية بقدر ما أنهم هم نزلوا بميليشياتهم إلى محافظة تعز وأطلقوا صواريخهم وقذائفهم، وبالتالي ما زالت الأمم المتحدة كان هناك يريد أن يعني أعتقد كان هناك اليوم محاولة لإصدار بيان يتعلق بوقف إطلاق النار. رفض الانقلابيون هذا الحديث وقالوا يعني ليس وقت، رفضوا اليوم يعني في الجلسة رفضوا مثل يعني إطلاق مثل هذا البيان. نعم اليوم رفضوا. طيب أليس من مطالبهم وقف إطلاق النار؟ يعني ما هذا التضادات في أحاديثهم وفي مواقفهم أيضا؟ يعني أنا بصراحة لو قلت لك أنني أرثي لحال الوفد المفاوض في الحكومة، يعني هو يحاور مجموعة ربما كثير منهم لديهم عقليات للأسف يمكن أن توصف بعقليات أطفال. يعني شخص يأتي ويتحدث ويقول أنا مثلا مهدي المشاط يقوم ويعترض ويقول أنا ممثل المؤتمر الشعبي العام، ويمنع يعني أبو بكر القربي ورئيس وفد المؤتمر الشعبي من الحديث بحجة أنه عضو اللجنة الدائمة ويقول هذا الحديث. يعني أنت تتحدثي عن مجموعة يعني من الصعب يعني التخاطب معهم، يعني حتى وصل إلى مرحلة المبعوث الأممي عانى كثير من هذا الموضوع، وصل إلى مرحلة أنه يطلب من الحكومة ومن يعني من الطرفين أنه يعني فقط نأخذ يعني اثنين باثنين أشخاص ويتم النقاش اليوم يعني بنقاش يعني لأربعة أشخاص رباعية، مجموعة رباعية فقط. نعم. بسبب يعني تدخل مثل هذا يعني مثل هؤلاء الصغار في النقاش. نعم. إذن أستاذ غمدان، نعم ربما لنطلع أكثر على الوضع الميداني في تعز. ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد النقيب القائد الميداني من تعز. مساء الخير أستاذ محمد.
مساء الخير. أستاذ محمد، يعني أنتم في الميدان في المقاومة الشعبية، بداية كيف تنظرون لكل ما يحدث من مشاورات في الجلسات الأيام الأولى؟ نحن نعمل أن تحقق هذه المشاورات نتائج إيجابية، إلا أن تاريخ الميليشيات والمخلوع يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الهدنة لديهم أو أي حوارات هي تعني إعادة موضوع وإعادة ترتيب أوراق وإعادة رسم خرائط وانتشار وقتل التأهب لمعارك ومواجهات وسفك دماء مستمر. نحن حريصون كل الحرص على إيقاف إراقة الدم اليمني وأن ينعم شعبنا بالأمن في ظل الشرعية وأن تعود هذه الميليشيات إلى من عن غيها، إلا أنها تأبى ونخشى أن يكون هذا الحوار وهذه التشاورات استراحة محارب تستعيد فيها الأنفاس، لأنها لا تؤمن بسلام، لا تؤمن بحوار، لا تؤمن بتعايش، لا تؤمن، هي معروف تاريخها في هذا الجانب. نعم، طيب يعني أستاذ محمد، يعني فيما يتعلق بتلك المشاورات على الأرض فعليا، هناك حديث عن هدنة، ما نصيبكم منها في تعز؟ ممكن إعادة السؤال؟ كنت أتحدث، هل يعني كان هناك اتفاق قبل المشاورات أن تكون هناك هدنة، هل حدثت هذه الهدنة في تعز؟ ليس هناك هدنة في تعز، القصف مستمر وأنا الآن أحدثكم وذوي الانفجارات في أحياء المناطق الشمالية وفي محاور أخرى متقطعة، الحصار مضروب على المدينة، منع الأدوية والأغذية من أن تصل، المعاناة مستمرة، هم يريدوا أن يجعلوا هذا الإجرام وهذا الحصار وهذا الدمار وهذا القصف واستمرارهم في الإغال في دماء أبناء تعز ورقب ضغط المجاهدة عليها، لأنهم يعرفون بأن هذه المحافظة الأبية بأبنائها من مختلف الأطياف والمكونات، هم يعني رواد مشاريع تغيير وهو الدولة الوطنية يعيش فيها الجميع مستوية، ولذلك هم ناقمون على هذا الهوية الجامعة وهذا الفكر الوطني العابر للعصبيات والولاءات الضيقة، لأن تعز على يعني يعلم الجميع بأن تعز فيها الساحة الثورية والمجتمع الثائر وهي تشكل ثنائية رائعة هي التي تحقق هذا الانسجام والتوافق والانتصارات التي تحققها المقاومة والاستفاق في مختلف الجبهات التي اندحر فيها الأعداء هو انعكاس لحقيقة هذا الأمر على الواقع المعاش، ونقمتهم تأتي نتيجة لهذا الشعور بالخز والعار والمذلة والمهانة التي التي نالتهم في جميع الجبهات وبالذات في تعز. نعم، ابقى معنا أستاذ محمد، أعود إليك بعد أن أسأل أستاذ غمدان. أستاذ غمدان، تستمع معنا إلى حديث الأستاذ محمد النقيب الذي يقول إنه حتى اللحظة هناك أنه يسمع دوي الانفجارات التي يعني ربما لم تنقطع ولو يوم واحد عن تعز. هناك كما تفضلت وجود أكثر من خرق في ظل عدم وجود حتى بيان واحد، ولكن يعني هل يحدث ولو من باب رفع الكلفة يعني أن يتحدث ولد الشيخ يعني بأن هناك هذه الخروقات، أنتم لم تقوموا بالتهدئة في تعز، التقارير تصل إلينا بأنكم لم تلتزموا، يعني كيف يمكن الاتفاق مع طرف لم يلتزم بأبسط مقومات هذه المشاورات وهي الهدنة؟ كنت قد سألت اليوم أحد أعضاء الوفد المشارك في المشاورات، يعني أجاب ببساطة أن مسألة وقف القصف من قبلهم هي متعلقة بقيادة الحوثيين وعلي عبد الله صالح نفسه شخصيا، يعني ليس المسألة متعلقة بلجنة ولا يعني ليس لديهم أي إشكالية في أن يوقع اتفاق ويفعل ما يريد، يعني هو يعتبر أنه العالم أساسا لا يحرك ساكن في هذا السياق، فبالتالي يحاورك بهذه الطريقة، إما يعني أن توقف الطيران ونحن يعني حتى تحدث، يعني اليوم محمد عبد السلام في الاجتماعات حين سأله رئيس الوفد الحكومي معالي وزير الخارجية وقال له يعني فقط أنا أريد أن أسألك وأن تجيب على مبعوث الأمم المتحدة، ما الذي تريدوه الآن من قصف تعز؟ هناك إشكالات يعني في بعض الجبهات، هناك حرب ما بين معسكرات مثلا في نهم أو غيره، لكن ماذا في تعز لديكم حتى تقصفوا كل هذا القصف؟ يعني صمت محمد عبد السلام وكان ينظر إليه حتى المبعوث الأممي ينتظر أي إجابة بهذا الشأن،
وحتى لم يجاوب ولم يقل يعني مفردتهم يعني الاستهلاكيه الكلاسيكيه اللي هي دواعش يعني. فهذا السؤال اعتقد انه من المتوقع ايضا ان يطرح لهم من قبل يعني هناك ترتيبات تجري حاليا في الكويت لعقد الاجتماع. ربما هذا الامر لم يحسم بعد، لكن هذه هناك مشاورات لعقد يعني لقاء ما بين مجموعه 18 الذي هم سفراء الدول 18 الراعين لل نعم الفريقين مع بعض يعني هناك نقاط. نعم استاذ يعني مع الطرفين مجتمعه، فربما سيطرح هذا السؤال تحديدا، وبالتالي ربما ينتظر المجتمع الدولي الاجابه عنه خلال الايام المقبله اذا تم هذا الاجتماع، فاعتقد انه سيكون اجتماع مهم. نعم، طيب عودة إليك أستاذ محمد، يعني كما سمعت للأستاذ غمدان أنه حتى لا إجابة مقنعة أو لا إجابة موجودة بتاتا من قبل وفد الإنقلابيين في مسألة لما تضرب تعز، هل لديك أنت أي تفسير يعني ما هو يعني ما هي الرغبة العارمة لدى هذه الجماعة في قصف تعز يوميا بهذا الشكل؟ هو الحقد الدفين على تعز أرضا وإن كان الحقد الدفين على تعز الهوية الجانحة، الحقد الدفين على هذه المدينة التي تجاوزت السلالية والمناطقية والطائفية، هذه مدينة هذه المحافظة بكل مكوناتها وكل من يأتي إليها، لا تسأل من يأتي إليها من أنت ولا ما هي قبيلتك، وإنما تسأله ما هي قدراتك وما هي مهاراتك وما هي شهاداتك. وهم ناقمون على العلم، ناقمون على المعرفة، ناقمون على التنوير، ناقمون على الحرية الفردية والحضور الفاعل للمجتمع في إدارة شؤونه وتسيير أموره. هم يريدون مجتمع كالقطيع، يشيرونه بالكيفية التي يريدونها ويجعلونه مجرد مواد خام يستغلونها لأطماعهم ومعاركهم التي يعبثون بها بدماء الوطن أرضا وإنسان. وهذا لا وحقدهم على تعز أنهم يريدون أن يقضوا على هذا النموذج الرائع، هذا النموذج الرائد، هذا النموذج الذي تمرد على كل التطويع التي اراد النظام المخلوع يعني اخضاعه واركاعه واذلاله. فهم اعداء للعلم، اعداء للحريات الفرديه، اعداء للوعي، اعداء للتطلعات، هم يريدون مجتمع يعني كالقطيع، وبالتالي يشعرون بان هذه المحافظه التي تمثل اراده جماهيريه صلبه والتي تمثل روح الثوره التي لم ولن تنطفئ، هم يشعرون بانهم يعني لا يمكن ان يعبروا بظلمهم الى المستقبل الا اذا قضوا على هذه الانوار التنويريه التي تنبعث من تعز، تعز المشروع ليس تعز الجغرافيا، فتعز ليست جغرافيا محدوده من القاعده الى الراهده، وانما هي مشروع وطني موجوده في ضمير كل حر يمني في الشمال والجنوب والشرق والغرب. نعم، اذا انتم استاذ محمد في المقاومه الشعبيه كيف تتعاملون مع كل هذه الخروقات وانتهاكات الهدنه في تعز؟ نحن حريصون كل الحرص على انجاح هذا مشاورات الكويت ونقل ونقدر الجهود المبذوله من الشقيق الكبرى المملكه العربيه السعوديه ودوله الكويت والامم المتحده وكل الضمائر الانسانيه الحريصه على ايقاف الدم اليمني، الا اننا في الوقت نفسه على جهوزيه واستعداد كامل لكل الاحتمالات والخيارات. واقول لك واقول لكل الساده المشاهدين لهذا لقناه بلقيس باننا في وضع افضل ب 100 مره مما كنا عليه في العام الماضي عندما اقتربت الميليشيات من هذا من هذه المدينه المستنيره. وضعنا مرتب واراده جماهيريه صلبه ووعي جماهيري متقد ومقاومه شعبيه تشكلت باطياف وكيفيات ومسارات متعدده. وضع تعز اليوم غير الامس. نعم. تعز إرادة جماهيرية صلبة، تعز كسرت حاجز الخوف وإلى غير رجعة، وليعلم القاصي والداني بأن تعز عصية عليهم في الماضي والحاضر والمستقبل. إذن شكرا. وهذه نعم. يأخذها بعين الاعتبار سواء نجحت المفاوضات في الطاولات أو نجحت المفاوضات في الاقتحام والملاحم والمعارك. شكرا جزيلا. الخيارات
نحن على استعداد وجاهزية لها. شكرا جزيلا لك محمد النقيب، كنت معنا عبر الهاتف من تعز القائد الميداني. شكرا مرة أخرى. عودة إليك أستاذ غمدان. أستاذ غمدان، طرح الأستاذ محمد النقيب في أكثر من مرة أن يعني يراد لتعز أن تظل ورقة ضغط دولية يعني يتاجر بها الإنقلابيون، هل تتفق معهم في هذا الطرح؟ أنا أتفق كثيرا. نوع يعني نجحوا في استخدام هذه الورقة لأنه هو مشروعهم الذي يريدوه، ويعني ليس لديه أي فكرة عن مشروع بناء، يعني هم يتحدثوا فقط عن تدمير وأوراق ضغط لتحقيق مكاسب ذاتية متعلقة بالسلطة. نعم. وفي النهاية في المقابل الطرف الآخر الذي هو يعني ربما من الصعب أن نظل نجلد الحكومة ونجلد يعني قوى التحالف، لكن أيضا كان بالإمكان أن يعني يستخدموا هذه الورقة لصالحهم بعد أن يعني بعد جنيف 2، يعني منذ جنيف 2 اليوم نحن نتحدث عن 4 أشهر ومحافظة تعز تعاني، تصرخ كل يوم قتل، دمار، قصف، ومع ذلك لا يتم تحريك ساكن لاعتبارات سياسية كثيرة واعتبارات أنانية واعتبارات صغيرة، اعتبارات متعلقة بدول المنطقة. كل هذه الاعتبارات فقط تم الحساب لها من قبل دول المنطقة فقط فيما يتعلق بمقاومة تعز وانتماءات مقاومة تعز وهذه التفاصيل. نعم. بينما الطرف الآخر الذي لديه أساسا انتماءات وعلاقات دولية متعلقة بإيران وكل هذا لم يتم له هذا الحساب، وكأن الطرف الذي في تعز يعني موجود الآن يقصف هو أفضل من المقاومة، يعني هذه النظرة التي تظهر حتى هذه اللحظة بصرف النظر عن يعني عن الدعم الضئيل الذي ربما لا يكاد يذكر، هذه المخاوف التي كبرت وتنامت حتى وصلت إلى عقدة نفسية لدى دول التحالف ربما من محاولة دعم تعز، يعني أيضا في المقابل لم تخلق قوات مسلحة حقيقية يمكن أن يتم تسليم السلاح لها إذا كانت المخاوف من المقاومة الشعبية كجانب يعني شباب مسلحين والمخاوف من المستقبل، يعني في المقابل هناك قوات مسلحة، يعني هناك جنود تم تدريبه، هناك قيادات في الميدان، قيادات عسكريين، يعني الذرائع ربما مختفية إذا تحدثنا عن هذا الموضوع، لكن ربما هناك حسابات مختلفة أخرى يعني لتبقى تعز معلقة وورقة ضغط إلى ما شاء الله لو أنت. طيب برأيك أستاذ غمدان، هل يعني سيتمسك وفد الشرعية المفاوض بمسألة فتح ممرات أمنة في تعز وأيضا ملف المختطفين والنقاط التي تم الاتفاق عليها في بيل السويسرية قبل الانتقال إلى نقاش في النقاط الخمس؟ لن تتجاوز الحكومة هذه النقطة وهي أساسية في النقاش فيها، وأعتقد أنها ستتخذ هذا الموضوع ذريعة قوية للتمسك بموقفها لأنها تريد أن تصنع شيء لهذا البلد، يعني في النهاية يعني مرحلتها الأهم هي وقف إطلاق النار، إطلاق سراح المعتقلين لأنهم أساسا ليسوا ورقة تفاوض وليسوا سياسيين وليس لهم علاقة بكل الذي يدور الآن، وبالتالي هي ورقة إنسانية بدرجة أساسية. فتح الممرات ايضا ورقة ثانية، الحكومة تنظر الى هذا الموضوع بانه ليس ورقة تفاوض بقدر ما هو وضع انساني، وستتمسك به من باب انساني اولا واخيرا كونها هي المسؤولة عن هؤلاء المحاصرين وعن هؤلاء المعتقلين. فاذا اعتقد ان هذه الورقة هي ورقة الضغط الاساسية الاولى لتثبت ايضا للعالم انه ليس ورقتها مكاسب سياسية بقدر ما هي ورقة إنسانية لحاجة ملحة، فتح معابر، إدخال الماء والدواء والغذاء، وإطلاق سراح معتقلين ليس لهم علاقة بالصراع السياسي الحالي. هذه الورقة ستظل هي العلقة أو الشماعة الكبيرة التي يعني ستسقط ربما مطالب الحوثيين بمسألة الانتقال إلى النقاش حول العملية السياسية. هم يريدوا تقاسم سلطة والحكومة تريد فتح معابر، يعني إذن هذا هو الفارق في النقاش الآن في الكويت. نعم، شكرا جزيلا لك الصحفي غمدان اليوسفي، كنت معنا عبر سكايب من الكويت. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كنوا برعاية الله وأمنه.